يا ماما دير بالك على حالك، يقول لي مثل ما رايد رب العالمين، يا ريت الله يطعمني الشهاده. هذا كان اخر اتصال بيني وبينه، بعدها ما بعرف شيء عنه. بين اول شهيد وبين الثاني 40 يوم. اول شهيد اسمه حسن جمال ابراهيم، والثاني اسمه سومر جمال ابراهيم. اول مره وقت اول ما استشهد حسن ضلوا شيء، كان كل الحاره هون سمعاني فيه على اساس انه هو مفقود. فت لعندنا على الغرفه شوفن ما يبكوا، قال لي شو في شو حالكين، قالوا لي ما في شيء. شي خمس ايام اخر شيء سمعت انه ابني مفقود. يعني عن جد وقت سمعت له الخبر انهرت على الخالص. سومر شو بدنا نعمل يا ماما؟ يقول لي ما فينا نعمل شيء. وقت سمع سومر بأخو اجى لهون اجازه وضل هالخمس ايام، وسمعت انا وابوه رجع سافر هو على الشام. والله كل يوم احكي مع سومر، قال له يا ماما دير بالك، فقدت لاخوك ابد افقدك الى. قال لي ماما مثل ما رايد رب العالمين. سومر كان بدوما وحسن كان بحارستها. بعده بأربعين يوم استشهد سومر. شي الساعة 10 المساء اجانا الخبر. قال لي هيك هيك سومر جمال ابراهيم. قلت له لا انت غلطان، هذا حسن. قال لي خالتي انا ما قلت لك سومر هي هويته معي. قال له لا انت غلطان، هذا حسن، ما سومر هذا. سومر انا اليوم حكيت معه. قال لي والله يا خالتي هذا سومر. اذا الك حدا بالشامي مشان يجي ياخده ياخذ الجسمه. يعني لا صرخت لا عيطت لا، بس يعني شو اعمل؟ يا رب اخذت لي اثنين، اخذت لي واحد رخيلي كنت الثاني هيك. يا رب هذا عيني وهذا عيني، اخذت لي عيني رخيلي الثاني. اثنين اثنين هيك حكي. حسن عم قل لك له 11 سنة مفقود، ما جابوا لي اياه، بس سومر ايه جابوه ودفناه بمقبرة الشهداء. وانا يوميا بطلع على المقبرة كل يوم، يعني اذا كان مطر برد شوب اي مكان بطلع يوميا على المقبرة. هو كان كتير يحب الورد، زارع هناك زيتون، زارع ليمون، زارع تيني، زارع كدنيا، رماني، جوافيا، كل أنواع الورد اللي كان يحبها زارعتها. يعني عن جد بتحسيها روضة من روضة للشهداء.